واحد بعت لي بيقول لي نعلم أن الأنبياء الكذبة في العهد القديم كان الشيطان يتكلم على ألسنتهم فيقولون للملك ستهزم أعداءك وتنتصر عليهم، وكان الملك يصدقهم إلى آخر ويهلك على أيدي أعدائه. فلذلك لا يمكن أبدا أن الذي ظهر لشاول الملك هو الشيطان بشكل صموئيل، لأن الشيطان كذاب ولا يقول الحقيقة أبدا. ممكن في المناسبة دي يكون الظهور ليس بأنه يقول بيان حقيقي أو غير حقيقي، وإنما للخداع في مسألة الجن والظهورات والعرافات. يعني يكون هدفه تصديق العرافات وتصديق الجن والحاجات، مش يكون هدفه معلومات حقيقية أو غير حقيقية. هي المعلومات حقيقية وقيلت من قبل. وفي ظهور صموئيل النبي لا يوجد ما ينقض أقوال الله، حيث أن صموئيل النبي كان يخبر مؤكدا أقوال الله السابقة. لا، هي مضادة أقوال الله في أنه قطع صلته بشاول ولا يكلمه بالأنبياء ولا بالأحلام ولا بالرؤى ولا بأي طريقة كانت، وخلاص ورفضوا يعني. وأيضا في مسألة أن ربنا لا يستخدم طريقة الجن والعرافات لتوصيل رسالة إلى شاول، بيقول مؤكدا أقواله السابقة التي قالها لشاول. طب وإيه فائدة التأكيد يعني؟ حيث أن شاول الملك كان لا يريد أن يصدق أقوال صموئيل النبي بدليل أنه ذهب إلى العراف. طب ما دام ما بيصدقش أقوال صموئيل وذهب إلى العراف، إيه لازم صموئيل يجي له مرة تانية؟ ومع ذلك عايز أقول لكم أن مش كل صموئيل النبي وظهوره مشكلة عويصة في الكتاب وتعددت فيها الآراء. وزي ما قلت لكم أن قيلت ثلاثة آراء في هذا الموضوع. رأي فيه أن العراف أحضر أطراف صموئيل، وهذا الرأي ننكره تماما، لأن لا يمكن أن العراف يكون لها سلطان على أرواح الأنبياء وإنها تقدر تحضر روح صموئيل. ورأي تاني أن ربنا يكون بعد صموئيل في هذه المناسبة لإنذار شاول للإنذار الأخير. والرأي أن صموئيل ظهر ليس بكلام العرافة، وإنما هو ظهر في هذه المناسبة ليس بناء على كلام العرافة، لأن العرافة لم تقل أي كلام تستحضر به روح صموئيل، ولما ظهر كانت في فزع شديد وقالت آلهة خارجة من الأرض، وقالت الشخص ما قالتش إن ده صموئيل إلى آخره. فدي آراء موجودة ليحب